معنا من القاهرة مراسلنا سمير عمر. سمير، ما طبيعة هذه الزيارة؟ في أي الأهداف تصب؟ يعني بالتأكيد الزيارات واللقاءات بين رئيس الجمهورية المصري ورئيس الوزراء اليوناني في السنوات الست الأخيرة كانت شبه اعتيادية، وكان هناك لقاء إما ثنائي مصر اليونان أو ثلاثي مصر اليونان قبرص. في هذا السياق يمكن النظر إلى هذه الزيارة، وإن كانت هذه الزيارة ماجد تكتسب أهمية مركبة، لأنها هي الزيارة الأولى لرئيس الوزراء اليوناني لمصر ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد إعادة تشكيل الحكومة وفوزه في الانتخابات، وهذا أمر مهم لأن هذه الزيارة الأولى التي تقوم بها إلى المنطقة. الأمر الآخر هي أنها تأتي في أعقاب تقارب مصري تركي إلى الحد الذي دفع البعض إلى التخوف من أن تؤثر عودة العلاقات بين مصر وتركيا على مسار العلاقات الاستراتيجي بين مثلث مصر اليونان قبرص أو ثنائي مصر اليونان. هذا الأمر سبق وأن يعني وضحته القاهرة بأن التعاون الثنائي أو الثلاثي بين مصر واليونان استعاونا استراتيجيا وسيبقى في سياقه، سواء فيما يتعلق بالاتفاقات المشتركة بشأن غاز شرق المتوسط أو ما يتعلق بسلسلة المشروعات الاقتصادية بين البلدين، أو حتى ما يتعلق بمواجهة الهجرة غير المشروعة أو أمن البحر المتوسط ومحاربة الإرهاب. ومن ثم فإن العلاقات المصرية اليونانية التاريخية تكتسب زخما يوما بعد يوم في هذا السياق. أيضا أكدت القاهرة على أن تطبيع العلاقات مع أنقرة لن يؤثر بالتأكيد على العلاقات مع اليونان، بل على العكس سيكون هناك توسيع لنطاق التعاون دون أن يمس هذا التعاون بمصالح أي من الأطراف الأربعة. من القاهرة مراسلنا سمير عمر، شكرا لك سمير.